الحقيقة كلامك صحيح، وهناك رجل سياسي يعني ممتعد من هذه الخطوة السيد فتحي باشا آغا، كان اتفاق أن يمشي طرابلس، وقال أنا 10 أيام 20 يوم شهر بالكثير نقعد في طرابلس، عندي توافقات ونمشي لطرابلس نخش بقوة، لم يدخل بقوة، قال أنا والله نبي نحقن دماء الليبيين لكن ما فيش طهارة بالدم كما يقولوا. عجز باشا آغا أن يدخل إلى طرابلس، الآن موجود في سرت. أنا السؤال الآن أستاذ أحمد، أنا كنائب عن مدينة بنغازي ونائب عن الأمة الليبية، لماذا الحكومة لا تأتي إلى بنغازي؟ شو مشكلة بنغازي؟ فيها عفاريت بنغازي، في بنغازي في اكبر مطار في ليبيا الان يا استاذ احمد.